كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. الحقيقة هو أن الإنسان إذا اعترف بالإسلام كاملا قولا وعملا، والذي هو عبارة عن الاعتقاد بالجنان والقلب والاعتراف باللسان والعمل بالأركان، الإسلام الكامل يعني هذا. هذا الإسلام الكامل يصنع ثلاث أشياء. الشيء الأول يطلق الحريات. الحريات المتوفرة في الإسلام غير موجودة في أي مبدأ أو دين على وجه الأرض اليوم. إذا أطلقت الحريات تلقائيا شحذت الهمم. حرية التجارة، حرية الاقتصاد، حرية السياسة، حرية الزراعة، حرية البناء، حرية البقاء، حرية السفر. الإيمان يطلق حريات الإنسان ويشحذ الهمم ويملأ النفوس بالإيمان. هذه الثلاثة هي أساس حل جميع المشاكل، ويوم يأتي الإمام الحجة لا يصنع أكثر من هذا. الآن إذا لاحظت مشاكل الناس رأيت أن أغلبها من عدم الحريات، أو رأيت أن كلها من عدم الحريات. الآن شوف إنسان مشكلة عنده تجارية، مشكلة عنده زراعية، مشكلة عنده سفرية، أي نوع من المشاكل أخيراً ترجع إلى نوع من القانون والفقه. والسر تقدم الإسلام في يومه الأول لأنه أطلق حريات الناس. وحتى إذا أطلقت الحريات يصير تنافس حر، يعني أنت تتنافس معي وأنا أتنافس مع هذا وهو يتنافس مع غيره في التجارة، في العلم، في الصناعة، في الزراعة، في التقدم، في الحركة، كلنا ننجح لأن كل الكفاءات تأتي إلى الموضوع وإلى الوجود. إذا صار هكذا تلقائيا الإنسان ينجح. الإنسان عبد لله وحر عما عداه. إذا كان هكذا فكل يتمكن من كل حركة وكل نشاط وكل تقدم، والكفاءة تظهر، حتى المشاكل المرضية تخلق. إذا كانت كفاءات ما كانت أمراض، كبتت الكفاءات صارت الأمراض، كبتت الكفاءات صارت الحروب، كبتت الكفاءات صارت الثورات، كبتت الكفاءات صارت الحدود المصطنعة. وعلى هذا المعدل إن خلاص الإنسان من عذاب الله في الدنيا والآخرة بسبب الإسلام والإيمان، فجامع في كلمة.